أهلا بكم من جديد. أين تقف الصين من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أو بالأحرى من الحرب بين روسيا والدول الغربية؟ تساؤل بارز منذ بداية الأزمة. وزير الخارجية الصيني وانغ يي أجاب بالقول إن الصين تقف على الجانب الصحيح من التاريخ، وإن موقفها يتماشى مع رغبات معظم الدول. ونقل بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية أن الصين لن تقبل أبداً أي إكراه أو ضغط خارجي، وتعارض أي اتهامات لا أساس لها أو مريبة ضد الصين. التصريحات الصينية جاءت بعد أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جينغ بينغ الجمعة من العواقب إذا قدمت بكين دعماً مادياً لعملية روسيا في أوكرانيا. لفتت أيضاً بكين كما نتابع إلى أن الحل الدائم يكمن في رفض عقلية الحرب الباردة والإحجام عن المواجهة بين التكتلات وبناء هيكل أمني إقليمي متوازن وفعال. تواجه الصين اتهامات من الغرب بتشكيل حلف مع روسيا، لا سيما بعد تصريحات وزير المالية الروسي أنطون سيلونوف أشار فيها إلى التعاون بين البلدين في مواجهة إغلاق الأسواق الغربية أبوابها. قبل الحرب أعلنت بكين وموسكو عن شراكة استراتيجية بلا حدود، قالت إنها تهدف إلى مواجهة النفوذ الأمريكي. بشأن الحرب، تلقي الصين باللوم على توسع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي شرقاً في هذا الصراع.